اي خذ تعال 15 ريال هات لا من شهر 5 كيوجد المعز والمعزيه لهنايا غير اللي هي الغابه ماشي ديال العاف وكذا ياك فهمتي غير اللي هي الغابه كياكل غير العشوب ومعروف هي تقبل المعز وهذا العام شويه قاسح شويه غالي العلف العلف غالي بزاف 10000 القنطلة 5 دلام الكيلو كيكون حتى 30 كيلو من 10 كيلو حتى 30 كيلو من 8 كيلو كل وحده كاينه جوده كاينه جوده وكاينه نقاوة ومزيان ومعروف هذا ومعروف هذا المعز من هنا معروف معروف هنا اي توق بلي وكاين الرخاء راه كاين الرخاء كان من 10000 المعز ديال 10000 من 10000 حتى الفوق من 10000 الفوق وكاين لتحت ماشي كاين حتى ديال 8000 كنقول لك دابا شي حاجه كبيره شويه من 10000 والفوق ولا بغى يجي لهنا يتقضى راه الناس ديال هنا فيهم المعقول وما فيهمش لا الخداع لا والو والمعز ديال هنا راه طير عارف الخرا عارف الجبل والغابه مزيان الحمد لله ما تخافيش عليه من سكوار ولا شي حاجه راه ما فيهش حتى شي حاجه والثمن راه مناسب من 10000 وصل 12 15 المهم حتى 30 كاع الا بغيتي شي عتروس كبير حتى 30 واش هذا هو اللي كاين الله يكمل بخير ان شاء الله واللي بغى يجي راه مرحبا بها السوق راه مزيان من 5 وصل حتى 8 المعز ديالو راه مزيان تيكون الثمن تيكون الحاجه اللي مزيانه المعز ديال الجبله راه مزيان المليح راه المقد مليح ها راه الملقد مليح راه طاير عاف الجبل تياكلو عال عشوب راه المليح راه السلعه مليحه راه بالجبل ربعو قبلي وتاقلفتو لنا واحد ديال رنيه راه الجبل راه المليح شهر 5 راه هذاك كاين العشوب العشوب مزيان راه ثمن شويه عشويه راه ماشي بزاف هذاك بحال هادو راه 33 ها هي جدي ها شوف شوف جدي شوف جدي تبارك الله شوف راه الخير راه مزيان ها من 15 الفوق و 20 ومعيزات ب 11000 12000 ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.